إذا ساعات قليلة تفصلنا عن دخول الهواء القطبي البارد باتجاه المملكة بعد يوم طويل من الأمطار الغزيرة التي عمت مختلف المناطق والتي جلبت كميات رائعة جدا من الأمطار بحمد الله في أجزاء واسعة ومختلفة من المملكة. نستعرض معكم سوية صورة الأقمار الاصطناعية الأخيرة الواصلة إلى مركز طقس العرب الإقليمي والتي نلاحظ من خلالها تواجد تدفق لرياح قطبية باردة باتجاه المنطقة عبر هذا المسار الذي نرسمه أمامكم، وهناك أيضا على الجانب الآخر نلاحظ الجبهة الهوائية الباردة التي عبرت المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط صباح وظهر اليوم وعملت على هطول الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة. المنخفض الجوي حسب آخر صور الأقمار الاصطناعية تمركز إلى الجنوب الغربي من الأراضي اللبنانية، ونلاحظ أن هناك جبهة هوائية باردة جديدة ستعبر المملكة خلال الساعات القليلة القادمة، وهذه الجبهة يندفع خلفها الرياح أو الكتلة الهوائية القطبية والتي ستكون بمشيئة الله تعالى مسؤولة عن انخفاض في درجات الحرارة بشكل حاد وعن بدء تساقط الثلوج بشكل تدريجي في بعض المناطق. نتحدث أكثر الآن عن فرصة تساقط الثلوج قبل الخوض بالضبط أين أماكن تساقط الثلوج والمناطق المتوقع تراكم فيها الثلوج. أتحدث عن مشكلة بسيطة في موضوع تساقط الثلوج خلال ساعات ليلة الأربعاء الخميس سيما في أجزاء مختلفة من المملكة، وهو موضوع تقطع الهطولات. تتوقع بمشيئة الله تعالى أن المرتفعات الجبلية العالية التي تزيد ارتفاعا 1000 متر على سطح البحر ستشهد هطولات جيدة من الثلوج خلال ساعات الليل، وهذا مما يسمح أن عندما يتقطع الهطول أن تزيد التراكمات بشكل لافت في هذه المناطق، بينما المناطق الأقل ارتفاعا ربما يكون هناك صعوبة في حدوث تراكمات كبيرة خلال ساعات الليل القادمة، إنما يحدث التراكم بشكل تدريجي وذلك كنتيجة لتقطع الهطول الثلجي أو المطري سواء في المناطق المنخفضة. في الخريطة أمامكم تشاهدون الأماكن المتوقعة لتساقط الثلوج وتراكمها خلال الساعات القليلة القادمة. نلاحظ في المناطق الشمالية تساقط الثلوج فوق الجبال العالية الوسطى والجنوبية، إضافة أيضا أجزاء واسعة من الجبال الوسطى من المملكة أيضا متوقع أن تسقط عليها الثلوج. في البياد الذي وزعه موقع طقس العرب إلى الجهات المختصة قبل قليل يشير هذا البيان وفقا لآخر البيانات التي تم تحليلها من قبل كادر التنبؤات الجوية، فإن تراكم الثلوج يومي الأربعاء والخميس ونقصد يومي الأربعاء إلى ليلة الأربعاء الخميس والجمعة ربما سيسبب إغلاقات أو يعيق بعض مظاهر الحياة العامة وذلك في المناطق والأحياء والمدن التي يزيد ارتفاعها ما بين 800 إلى 900 متر على سطح البحر، ونذكر منها الأكثر تأثيرا. نبدأ في المناطق الشمالية، هي المناطق المرتفعة من محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق مثل رأس منيف عبين وعبلين ثغرة عصفور مثلث القاعدة سوف وصخرة وكفر خل وقفقفة والحصيديات، إضافة إلى مرتفعات لواء المزار الشمالي في محافظة إربد مرتفع قضاء صبحة والدفيارة ومنطقة ثغرة الحب. في المناطق الوسطى أجزاء مختلفة من العاصمة عمان لا سيما صويلح تال علي خلدة الجبيهة مناطق عديدة من غرب العاصمة أيضا كالمناطق المرتفعة من جنوب العاصمة كطريق المطار مرج الحمام المقابلين والبنيات مرتفعات شرق عمان أبو علندة جبل الحديد والعديد من المناطق الأخرى. أيضا إضافة إلى المناطق الوسطى لدينا المناطق المرتفعة في محافظة البلقاء وهي البحيرة السلالم النبي يوشع والطف الرمان زي وأمجوزة جلعد مرتفعات الفحيص وماحص اليزيدية ومرتفعات عيرة ويرقة. أما المناطق الجنوبية فالكرك مدينة الكرك المناطق المرتفعة في لواء القصر لواء عين لواء المزار الجنوبي ومؤتة إضافة إلى محافظة الطفيلة المناطق المرتفعة في لواء بصيرة والمناطق المرتفعة من قصبة الطفيلة إضافة طبعا إلى الرشادية والقادسية التي أيضا بدأ فيها تساقط الثلوج مسبقا. محافظة طمعان الشوبك ومرتفعاتها المناطق المرتفعة في لواء البتراء جبل مبرك رأس النقب أذرح إيل وقرى أنعمات. هذه هي المناطق التي ربما تكون الأكثر تأثيرا بالأحوال الجوية الثلجية المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة. أعود وأذكر مرة أخرى بأن هناك مشكلة في الهطولات المتقطعة، ولكن إذا كان هناك تراكم جيد خلال الساعات القادمة ساعات ليلة الأربعاء الخميس أعتقد أن هناك تراكمات جيدة ستكون مع نهاية هذا المنخفض الجوي، حيث من المتوقع أن يستمر أو تستمر الهطولات الثلجية ليلة يومي الخميس والجمعة وحتى صباح وظهر يوم السبت. هذا هو كان كل ما لدينا عن آخر التحديثات الجوية. ألتقي معكم دائما في تحديثات جديدة أولا بأول. دائما تابعوا موقع arabiaweather.com، هناك قسم خاص يسمى ثلجة 12/2013 يوجد به العديد من المعلومات الهامة كحالات الطرق إضافة إلى أيضا التحديثات والبث المباشر لمحطات الرصد الجوي فقط عبر arabiaweather.com. كان معكم محمد الشاكر، إلى اللقاء.